اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يا كابتن وليد، وانا بتفرج الحقيقه مستمتع جدا بالبرومو البسيط اللي بتاع، عارف ان انت عندك اكتر من كده بكتير الحقيقه، ولكن الطياره حركه يعني الناس كلها واخده ان ابو تريكه هو دايما اللي بيعمل الطياره دي. الطياره دي انت كنت عاملها؟ لا ده انا اللي مخترعها. يا عم هو ابو تريكه خدها منك ولا ما تع... مش عارف. ابو تريكه حبيبي. طبعا حبيبي جميل. لا ده ساعه لما كنت خاطب مراتي، طبعا لما كنت خاطبها زمان واحنا صغيرين، فانا بقى كنت اكيد عمال كنت خاطبها زمان. وانا عمال اجيب، يعني كنت لسه برضو صغير، خد بالك انا متجوز بدري، فكنت عمال اجيب بجوان بقى. فقالت لي ما تعمل اي حاجه كده، يعني تعمل لي اي حاجه. قلت لها بصي، او كل ما اجيب جون هعمل طياره كده، يعني ايه اكني جاي لك يعني. طياره. فمشيت معايا. وبعدين ده في جون يعني الحمد لله والشكر لله عندي اكثر. بص الكابتن حسام بيعمل ايه كمان، حط ايده على دماغه مش عارف عشان الدقيقه. اصل ده كان في الدقيقه الاخيره متهيألي. الجون ده ليه قصه جامده. قول لنا. لو جبته من اوله، كان مستر هولمان بيقول لنا المباراه دي كانت 2-1، وبيقول لنا في اخر الدقائق تاخدوا الكوره وتجروا بيها هيجيب. على الكورنر، فكابتن اسامه عرابي الكره راحت له فهياخدها ويجري بيها على الكورنر زي ما مستر هولمان وبعدين يخبطها في حد. لا من بدري، لو عندك من اولها، اول ما توصل للكابتن اسامه عرابي. فاول ما وصلت للكابتن اسامه عرابي رحت انا رايح عليه سبرنت، قلت له سيبها. فهو هتلاحظ حتى في سابها لي وفضل واقف مش عارف هتعمل ايه. قال لك يعني هو هيعمل ايه زياده، هي يمكن جايه لغايه هنا. يا جايه من هنا. بس ليه كره لطيفه جدا. حتى فضل واقف لغايه اما الكره دي دخلت جول. هو هتلاقيه هيجي لي بعد كده. يعني هو بيقول لك طب ما انا كنت هعمل كده، فخدت انا الكره منه. بس رحت داخل لجوه بقى. هو كابتن اسامه دايما بيبقى على الخط وبيرفع. ودايما لما في الثواني الاخيره بنبقى مستر هولمان يقول لك افضل احتفظ بالكوره. دي مباراه برضو من احلى المباريات اللي عملناها، وكان فريق المنصوره جامد جدا جدا طبعا. لو تشوف الملعب يا كابتن اسلام والملعب مقفول. واحد من نجوم المباراه كان الكابتن شوبير، خد بالك والله. كابتن شوبير صد واحده وهي 2-1 انفراد. وشال كتير. انا اسف طبعا في الاسامي مش فاكر، لكن المنصوره كان جيل عظيم. وبيلعب في استاد القاهره والملعب متقفل. ومباراه صعبه بشكل غير عادي. بص المنظر عامل ازاي، يعني في كل مباراه النادي اعتقد ايمن محب وتامر بجاتو وعز الرجال. ايوه تامر بجاتو كان موجود. كان جيل تقيل قوي برضه. صح.